كل شيء هي الخبزة، كل شيء هي الخبزة. في أي دومين نقول أنت بيدك تمشي تجري على الخبزة، تقوم الصباح تمشي تتلوج على رزقك. وي برشا حاجات خبز، أنت تقول واحد خارج الصباح نمشي نجري على خبزة ولادي، ما خبزتي نعش أنا خبز، يعني برشا حاجات خبز. الحياة خبز، أكيد أكيد الحياة خبز. أنا اسمي حسن، لقب بلدي. خدمة الخبزة دي يمكن تعلمتها أنا عمري صغير، عمري 13 سنة. أنا كبرت في الحلفوية، دون لي تون كنت نخلص ب 6000 فرنك الشهر، وقت اللي كانت فلوس. صنعة أنا نحبها ونعمل فيها مقتنع بها. كي حبيتها معناها كل حاجة تحبها تنجم توصل بها فين تحب أنت. وأنا الحمد لله معناها كبرنا وعيشنا منها عائلات وكوننا منه وكبرنا منه الأولاد وقرينا والحمد لله. معناها هي همشوها شوية، بيني بينك همشوها قبل وتوا ليه، كانت عزيزة برشا. وكانت أنا نتفكر في وقت من الأوقات وصل الخباز ما عندوش الحق باش يسافر يمشي لبرا باش يخدم في ليبيا، ولا ما نتفكرها تقريبا ثمانينات سبعينات ما عندوش الحق باش يمشي. علاش؟ لأنه الخباز قليل شوية، قليل العبيد اللي غالب أنا ديما خباز. شنو هو خباز؟ الخباز يوفر لك الخبز اللي أنت تجري عليه. محقورة. دي تشوفنا احنا توا نخدموا في كل شب الله الحمد لله. معناها احنا عائله واحده اول حاجه، احنا هذا كرزقنا. 46 ولا 45 سنه كنت تحسبوا المعدل نتاع القومان نتاعي تقريبا 4 نتاع الصباح، والسنسبيه معناها حاجه عاديه بالنسبه لي. انا نحل اول واحد، حد يتوكل على الله. انا ثم انواع نتاع خبز لازمها عندها وقت، كل خبز عنده نوع وقته يخرج فيه. مثلا الصباح انا باش نحل عندي نوع نتاع خبز لازم نحضره 5:15 ولا 4:30 يبدا حاضر باش نحل به. نبدا بالصباح بالفنكوش اللي هو بان سكري شويه باش العباد تشرب به القهوه، بعده هو ثم شويه خبز بس نحضر شويه باجيت باش العباد زاد باش تعمل بهم الساندويتش. من بعد نحضروا عندنا الخبز اللي مسوس، ثم عباد يقول لك انا شفت الخبز المسوس الاخرى لازم يجي قهوه حاضره. وبعد ثم كومبلي، ثم ساقل، ثم سيريال، ثم برشا، ثم خبز بزيتون، برشا انواع نتاع خبز نعملوه. صعيبة بوه، ما كتحبها ما عادش صعيبة، حاجة تحبها وتصبر عليها ماهيش صعيبة. التونسي يستهلك برشا خبز وما يعرفش يستهلك الخبز، علاش؟ نقول أنا أول حاجة سامحني أنا بين قوسين، أنا نقول يمكن الخبزة مازالت رخيصة شوي 200 فرنك، خاطر شو نقول أنا كان جات الخبزة غالية شوية، كي خويا 200 فرنك أنت شوف عندك راهب والكمين اللي تعبي في الخبز البيت، ساعات قلبك يوجع. أنا هاني نخدم في الخبز وداري منبه عليهم، انا ما نشريش خبز. اكيد هي كان جات معناها الدوله ماشي مدعمته الخبز، معناها راي الخبز نتصورها راي ب 500 فرنك انا كعبه باكي. فما هي كتشري لك الدوله متحمله مسؤوليه نتاع الدعم، والمواطن مش حاس بالدعم اللي تخلص فيه الدوله. خاطر انت كي تلقى الدوله تدعم لك في فارينه وانت بعد تجي طيش وخبز بيت، يا ما عملنا حتى شيء. البلاد هذيا لازمنا كل واحد من شيرته شويه. شو نقول الجودة بتاع الخبز؟ الجودة ما عادش موجودة بتاع الخبز، يعني توا ولات خبز شو نقول؟ فيسع. كان قبل الخبز تمشي من العشية، تمشي من 7 بتاع العشية باش تنجم تخرج خبز أنت ما نعرفش أنا 5 ولا 6 بتاع الصباح، خبزة ترتاح تخمر في عقلها وترتاح في عقلها وتخدم باليد، يمكن زادة مربوطة بجودة الفارينة. والخدام ديما نقول الخدام، خاطر أنا خدام صناعي، اليوم غلطت غدوة نحاول فين أنا غلطت نصلحه. معناها هكاك تطور روحك، تقول انا ما ثماش علاش، معناها هادي انا اليوم غلطت يا اخي علاش، غدوه الحي صلح، شوف شنو شوف فين انا قصرت. معناها بشويه نرجع ونقول لازمك تحب. بيني بينك خدمه الخبز مهمشه على الاخر، تعرفش علاش الدوله ماهيش عطيتها حتى قيمه. كنت تشوف من الثوره لتوا ماشي نهار انت البلاد خاطر ما ناقصه خبز ولا ما ثماش خبز، وهو كان يغدو الخباز يكتف في يديه يقول لك انا مانيش خادم تو تاكل بعضها الدنيا، وشهريته تبقى ديما ضعيفه. الخباز هي صنعه ما شاء الله معناها، ومش بالساهل باش تتعلمها، وشاقه ماهيش ساهله. حكايه فارغه 750 800000 باش تصور 800000 مازالوا يعيشوا، ماشي يعيشوا 800000. انت توا باش تمشي تفطر ولادك الصباح ما قلش من 10-12 ألف اقل حاجه، اي وطنجره القايله حط لها 15 ألف، وعشاء الليل حط له قداش، اي شنو هو لازم كل يوم 30 ألف. انت معناها اعطيتك اقل حاجه باش تنجم تعيش انت متوسط، ما عادش تبقى متوسطه توا، اما تبقى اللوطه وتبقى الفوق.
حتى الطبقه المتوسطه القاره ما تهمش يكشفوا له معناها يصلح راي ولادنا ويصلح راي حكامنا اللي يسيروا فينا على خاطر من نصورهم ها معناها تحس بليزم ما همش واحد كل واحد يجبد ليه كل واحد يخمم في مصلحته اخر حكايه يخمم في وين ندمت على النهار مشيت انتخبت فيه في بالي ناس قلت خليني يا اخي هما حكايه ندمت على النهار اللي عملته على خاطر حتى واحد ما يدق عليك باب دارك يقول لك ما تستحقش حاجه حسبي الله ونعم الوكيل راه ما تخافش راه نهار اخر مشيت حاسب عليه كل واحد مش حاسب على اللي عمله في الشعب هذا.